رفض بايدن ضرب منشآت إيران النووية قلص من مقدرة إسرائيل على اتخاذ الخطوة بمفردها، وأصبحت العملية مليئة بالتحديات والصعوبات وفق ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. المسافة بين إسرائيل والقواعد النووية الإيرانية تبلغ أكثر من 1000 ميل، وللوصول إليها ستعبر الطائرات أجواء دول عديدة. هذه المسافة تحتاج إلى قدرات إسرائيلية هائلة لإعادة التزود بالوقود، إضافة إلى أن مواقع إيران النووية محصنة بشكل كبير، ولاختراقها ستحتاج إسرائيل لأكثر من 100 طائرة وفق صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. سلاح تقليدي واحد يمكنه اختراق المنشآت النووية ولا تمتلكه إسرائيل، قنبلة MOP الموجهة بدقة يبلغ طولها حوالي 6 أمتار وتزن 30,000 رطل، ويمكنها اختراق 60 مترا من الأرض قبل أن تنفجر. حتى لو تمكنت إسرائيل من الحصول على قنبلة MOP، فإن مقاتلاتها من طراز F-15 وF-16 وF-35 لن تستطيع حملها. ورغم أن إسرائيل تواصل التأكيد على أنها قادرة على التصرف بمفردها، إلا أنها استقبلت قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا مع وجود ترجيحات أنه سيعقد مجموعة من اللقاءات سيكون محورها الضربة الإسرائيلية على إيران.